Hello everybody, this is teacher Salah din I'm part of Al-Watin International Group and this is General English or English 101. Okay, today we're going to dive in more into the two tenses we talked about last time, last grammar lecture. We're going to dive. بدنا Dive. فَعْلِ جْدِيد Dive. اكثر We're going to dive more. بدنا نغوص أكثر بال present continuous وال present simple، اوكي؟ okay? بال present continuous وال present simple. Guys بس عشان نتذكر، البريزنت present continuous هو السبجكت subject الفاعل أو ال pronoun المنوب عنه هي شي it أو السبجكت subject نفسه أحمد خالد شو ما بدكم سموه سارة إذا كان شي، they مجموعة، اوكي okay. subject plus اللي بيميز البريزنت present continuous عن كل الأزمنة معظم الأزمنة إنه في إز وآر وآم في بيجي الفعل الكينونة إز وآر أم إز الإز هاي بالمرة مش حلوة Okay. is are am ولهم ومنسميهم verb to be فالكينونه أوكي okay. و بلس مريحة ال present continuous بس verb مع ING يعني زي he is playing they are running ببساطة سهل نمشي على القاعدة the present simple is subject أو the pronoun البنوب عنه they you I أو بدل ذي مثلا uh, seeds البذور زي ما خلنا بالقصة ممكن تكون أي مجموعة أي شيء أو هي أو شيء وإت بلس في حالتين عندي يا yeah, verb plus s بحالة الشي والإت يا yeah, verb base form أو خلنا نحط عنده نقطة نعبر إنه سادة ما عليه إضافة subject plus verb هاي ببساطة uh, تكوين الجمل طبعا present simple <applause> بس ادوات السؤال والنفي do و does اوكي okay. هاي ادوات السؤال بنحطها قبل الجمله does he play does she run اوكي okay. اوكي okay. وتذكروا لما تشوفوا الدول does كان نفي او سؤال يعني doesn't او don't او سؤال

أو للنفي برضه أدوات النفي isn't he أو oh, he isn't running they aren't running okay guys هاي القاعدة بشكل عام هلا بدنا نغوص أكثر على استخداماتهم okay على استخداماتهم لأنه يعني تعرفوا الناس متعودة أو يعني المعظم متعود present simple أسهل قاعدة شو present simple he she it verb plus s هذه -E verb base form the present continuous He is running. Verb, uh, subject plus verb, ing. Hop, oh, oh, hop, oh. hop. سهل جدا. He, she, it, verb, s. صح. تطبيق القاعدة سهل. لكن فهمك للغة. ليش في ليش في فرق بالقواعد؟ متى بنستخدم هاي؟ متى بنستخدم هاي؟ هون في شوية تحدي وانا واثق انكم كنتوا قد التحدي و نو بروبلم اتول all قلنا شو التحدي الاستخدامات اوكي okay. تعالوا نكتب سوا الاستخدامات عشان احنا نتمكن من الحل اوكي okay. خليني بس اعمل ميوت اول لانه في ناس بتفتح المايك بالغلط alright Uh, the, Sure، أكيد. Okay guys, so قلنا القواعد سهلة بدنا نشوف التطبيق العملي شو متى بستخدم. تتذكروا الـ Present Continuous أخذنا ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول okay بدي space أكثر أنا بدي مساحة أكبر للكتابة حاجة مساحة أكبر للكتابة مش مشكلة هون الاستخدام الأول إنه الفعل time of speaking يعني وأنت قاعد تحكي بالجملة بده يكون الفعل شغال right now خلينا نكتبها right now صح هذا الاستخدام الأول right now أو at the moment okay إنه المقصود قاعد بيصير هسه، في استخدام ثاني لل present continuous انه يعني الفترة هاي شو مثال على right now؟ مثال على right now, رقم واحد زي بيرن عليك صاحبك hello what's up? What are you doing right now? شو بتعمل هلا؟ تقوله له I'm reading a book معناته هو معك على الخط الكتاب مفتوح قدامك الكتاب مفتوح قدامك وهو معك على الخط، اوكي؟ okay. هاي الاستخدام الاول right now الاستخدام الثاني الفتره هاي بيرن عليك نفس الصديق بقول لك وات ار يو دوينج ذيس شو عامل الايام هاي شو بتسوي الايام هاي تقول له I'm reading a book about Christopher Columbus. Okay. يعني الأيام هاي عمالي بقرأ كتاب لكريستوفر كولومبوس. هلا هو معك على الخط ما كنتش تقرأ ومش قاعد تقرأ. بس قصدك وين؟ زي ما هو محدد هون البريزنت قصدك أنت بالماضي القريب وبالمستقبل القريب وبالحاضر فعلك عمال بي. هاي الاستخدام الثاني شو قلنا احنا بنسميه آه تذكروا شو حكينا right now أو time of speaking وهذا يعني in general بشكل عام هذا نأخذه in general والاستخدام الثالث اللي هي الافعال قلنا الافعال بما معنى بلشت started اوكي okay. started زي اللي هي started و increasing او decreasing بمعنى الفعل بلش وراح يتزايد او يتناقص زي improving improving تحسن من نفسك زي starting عم يبلش يتغير زي changing زي becoming يصبح اوكي بنحطه بعنوان starting هذا الاستخدام الثالث starting اوكي جايز هاي الثلاث استخدامات بتاعت البريزنت continuous ننزل بس أورجيكو او نرجع سوري نرجع على آه. هاي دي هي الاستخدام الثالث تبع starting زي طلعوا getting عماله بصير becoming برضه ويصير قاعد بصير او يصبح اوكي يعني بلش راح يتزايد becoming changing عماله بتغير improving عماله بتحسن starting it's starting to rain بلشت تمطر وراح تمطر beginning ما لو يبدا increasing يتزايد rising يزيد ارتفاعه او يرتفع او يشهق بالارتفاع falling يسقط يتدحرج لأسفل growing اوكي okay. بنلاحظ افعال فيها من البدايه وشيء نهوض او نهوض بالعكس للأسفل اللي هو انهيار اوكي okay. هذا الاستخدام الثالث تمام هاي الثلاث استخدامات لل present continuous نشوف الثلاث استخدامات أو مجموعة الاستخدامات تبعت ل Present Simple. Present Simple واحد حدث متكرر Repeat, Repeat أو Repetitive, Repeat. Two Habit. Habits العادات Three The facts Four Always true معلومة دايما صح Okay يعني قريبة عن الفاكتس لكن هي مش حقائق علمية بس إشي دائما صح هسا بنشوف مثال عليه always true always true وفي عندي برضه uh, present simple من استخدامات الكثرة اللي هي بالتعارف شو يعني تعارف بالإنجليزي getting to know someone أسئلة التعارف اللي هي do you speak English How many languages do you speak? كم لغة بتحكي؟ Where do you live? Do you؟ قول الناس أداة السؤال present simple Where do you live؟ اللي هي للتعارف يستخدم، بدك بالعربي مش ملاقي لها بالانجليزي خاطر على بالي كلمة قوية. التعارف. Okay ريبيت، شو مثال على الريبيت حدث متكرر؟ ريبيت uh, او في لها خلينا نحط كلمه احسن لها روتين مثلا روتين الروتين زي I wake up every day at 9 a.m. بصحى كل يوم على 9 أو okay. uh, I go to the gym. Okay. I go to the gym. مثال على الروتين. هلا ليش بدي اياكم تفهموا استخدام الزمن مش بس قاعدته سهل تركب قاعدته ليش مثلا I go to the gym آه، شو ترجمتها بالعربي تج... في... اي اول حدا بحب يفتح المايك يجاوب يجاوب استاذ انا اذهب الى الجيم الى الجيم انا اذهب الى الجيم جيم. متى انا اذهب الى الجيم شو قصده يقول يعني اكيد جو يذهب باي انا مداوم على طول يا استاذ على طول جود جاب على طول يعني مش اي جو تو ذا جيم اليوم لا انا عندي روتين دائما بروح على الجيم حتى لو ما كتب لي every day. لانه بنعرف احنا في كلمات تدل على الزمن البريزنت سمبل في كلمات تدل عليه اللي هي always تقريبا always أو usually عادة أو everyday صح بس إحنا بدنا نكون أقوى من هيك بالإنجليزي وبدنا نعرف الاستخدام لأنه مش دائما مش دائما بستخدم كلمات الدالة أو أمثلة على كلمات الدالة على present continuous في right now بكون كاتبها بشكل صريح أو بكون كاتب at the moment بس احنا هاي هاي شغلة اه... بدنا نقوى عليها بدنا نعرف الاستخدام ف I go to the gym معناها انه انا بروح الجيم انا من الناس اللي بتروح مش عارف العربي كيف تنحكى انا ارتاد الجيم ارتاد هاي قوية كلمة الفصحى مرتبة صح؟ خصوصا بنهار رمضان يعني ما شاء الله علي. اوكي okay. habits قلنا العادات اللي هي زي I wake up at 9 a.m. أو he runs every morning هو بركض كل صباح. اوكي okay. uh, والفاكتس أمثلة على الفاكتس Water boils at 100 Celsius. الماء يغلي على 100 سيليسيوس وشي اولويز ترو هلا بنشوف عليها مثال بالمعارف وبالامثله اوكي هذا المرجع تبعنا اكتبوا لي ملاحظات هاي جايز شو ماله ما يكتبون اوكي okay. اكتبوا لي ملاحظات هاي هاي اكيد احنا كتبناها محاضره الوحده بالبريزنت سمبل كتبناها وحده بالبريزنت كونتينوس بس كتبناها بشرح اكثر الاسئله كتبناها هيك اوكي okay. خلينا نبلش نحل ونشوف قدرتكم على التمييز بين الزمنين ومرجعنا هذا السكتش الصغير الاستخدامات نشوف قديش تقدروا تميزوا اوكي يعني هسه الاكسرسايزز هاي مش راح يقول لك هذا بريزنت سمبل املا لي الفراغ بالفعل المناسب للبريزنت سمبل وانت تروح تشوف السبجكت اه السبجكت ات معناته فيرب بلس اس لا هلا بدي اقول لك هل صح استخدمت البريزنت simple ولا كان لازم استخدم البريزنت continuous اوكي okay? اوكي okay. شوفوا مثلا الاولى water boils at 100 degrees celsius water boils اي زمن استخدم زمن البريزنت simple واضح water boils boils طب هل استخدامه للزمن صح ولا لا شو الجمله هاي بتحكي هاي حقيقه علميه وقلنا فاكت يعني وقلنا الفاكتس على استخدامات مين؟ present simple معناته بقول له اوكي okay. استخدامه لل present simple اوكي okay. صح صح alright <applause> how often are you going to the cinema شو استخدم هون are you going sub اللي هو بالسؤال are أداة السؤال you subject verb plus ing استخدم إيش فعل مضارع مستمر وهو شو السؤال هذا بسأل قاعد بسأل عن قاعد بسأل عن روتين often كم غالبا بتروح على السينما بسأل عن روتين أو تكرار بالاستخدام الثاني سوري الأول روتين أو ريبيت بسأل عن تكرار how often وهاي زيدوا لي اياها على الكلمات الداله how often سوري مش how often بس often often هي الكلمات الداله برضه على البريزنت سمبل قاعد بسال عن تكرار طيب انت بتسال عن تكرار ومين بنستخدم نسال عن تكرار ما بنستخدم زي ما انه هو حاط present continuous بنستخدم present simple وال present simple كيف طريقه السؤال اداه السؤال اول شيء do او does كيف نقرر do او does ندور على subject مين subject you اليو معناته بتاخذ do بعديها subject do you بعديها الverb الverb شو منحطه بالpresent simple قلنا do داز ما تفوت برجع سادة do you go اوكي okay. فالسؤال بصير how often do you go to the cinema اوكي okay. فيا جماعة عشان تعرفوا التصحيح اللي راح يصير كل شيء تحته خط بلتغي وبنحط هذا التصحيح مكانه هذا انا بس عقبت على المثالين المحلولات هلا بدي اختبركم بالموضوع هذا يعني بدنا نشارك سوا اول حدا رافع ايده اتوقع من تقى تقى سلطان تقى سلطان number three please open your mic okay uh, Ben is trying to find a job but he hasn't had any luck like yet So I tense استخدم بالverb Ben tries. Present continuous. هو مستخدم present simple. Present simple, okay. بس بس الصح present continuous. Because الصح. the action uh -huh. is not complete. أول إشي لأنه الفعل ما انتهى ولأنه يعني شوفوا الاستخدامات اللي uh, يعني Ben tries to find a job. Ben بحاول يلاقي uh, وظيفة. البحث عن الوظيفه هل هو روتين؟ هل هو عاده؟ هل هو حقيقه علميه؟ ولا هو من استخدامات البريزنت كونتينيوس، شيء بتسويه بالفتره هاي اوكي؟ بتسويه الفتره هاي عمالك يعني بتسويه انت من يعني الفتره هاي عمالك بتدور على وظيفه، جديد تركت شغلك. اوكي؟ وبرضه زي ما حكت لانه الفعل بعده مش منتهي مستمر. يات اوكي؟ يت برضو ده كلمة دالة على الهاي لكن أنا ما بدي تدوروا على الكلمات الدالة بدي تدوروا على الاستخدام okay. أوكي من المنطق على الاستخدام جود جاب فمش ترايز بن بما أنه بن هي بأخذ is verb to be is والverb plus ing is trying t r y i n g trying

continuous present continuous صح ولا غلط استخدامه خطا وشو الصح present simple present ليش present simple اه ليش لانه حدث آه, حدث تكرار تكرار every day okay every day yes so مش is phoning verb يا yeah plus s يا yeah بدون s بما انه مارتينا شي معناته verb plus s معناته فونز شوفوا هنا فون معناها هاتف لكن برضو معناها تيجي تستخدم كفعل يهاتف جود جوب بس دانا برافو نيكست نشوف مين الرافع بس اسيل الفوال Yes. مس اسيل هلا صح؟ دانا دا... دانا لا يا استاذ انا اسيل. نمبر 5 ذا مون جوز روند شوي بس مين الحل انا اسيل يا استاذ اوكي مين الحل قبلك؟ دانا صح؟ دانا اختي اوكي نعم, يعني صح نعم. اسيل اول مرة تمام اسيل جو Yes the moon goes round the earth in about 20... 7 days اوكي 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 استخدامه صح اي زمن استخدم المضارع البسيط present simple استخدم present simple نعم yeah, present simple verb plus s حق علمية اها uh -huh. لانه fact good job وقول لي the moon goes around the earth in about 27 days القمر بلف حول الارض 27 يوم اللي هو تقريبا الشهر وعشان هيك احنا بنشتغل برمضان على القمر بس يبين وما يبين والاردن السنه صمنا صاموا لحالهم بس انا صايم مع باقي المسلمين مع تركيا فهي حقيقه علميه عن الشهر اوكي جايز اوكي معناته اوكي جود جاب مس مس فوال نسيت برضو مين استاذ انا اسيت اسيل، جود جوب مس اسيل اسيل ودانا إنتو توينز؟ لا 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 استاذ مو توينز بس اخوات اخوات انا بس. الكبيرة انت الكبيرة ايش اسمك؟ معلش مش عندي مين بيحكي استاذ استاذ انا دانا دانا الكبيرة اوكي نعم مس دانا اهلا وسهلا تمام خلص دانا الكبيرة عشان نخليكي انت يعني تشاركي اول دانا معناته Alright guys. Let's see who's next. Uh Ms Noor. Yes. Open your mic. Uh it's already open. Wait, is it open? Yeah, it's open. It's it's open. I can hear yeah. you. Yes. Okay. So can you hear those people? What are they talking about? Yes, I can hear you, miss. No, I'm I'm oh, I know I'm no. talking. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. <laughs>

talking وال verb plus ing talking yes all right miss dana شو اللي خلاك تستخدم present continuous شو اللي دلك انه هذا الفعل قاعد يصير uh, right now because like uh, انه هم اللي يحكون حاليا على الشغله ده تصير يعني it's happening بالزبط. at the moment يعني بالضبط من طريقه المحادثه تطلع كانه في اثنين قاعدين مع بعض واحد بيقول للثاني can you hear those people قاعد تسمع هذول الناس طب انا لما اسالك قاعد تسمع هذول الناس معناته انا يعني يا سامحهم يا مش سامحهم ليه معناته هسه قاعد بصير ف so good job thank you you welcome who's next okay تعرفوا the first rule القاعدة الأولى عندي don't be shy guys فحتى لو مش متأكد من الجواب أستاذ عمار الشتاوي open your mic Uh, what do you do in your spare time? Okay. Okay. موافق على okay. استخدامه؟ المفروض مش عارف. Yes, yes, good job. Okay, what do you do in your spare time? بسأل قاعد عن روتين أو عن هابت. Okay. هل صح جوابك؟ Okay, what do you do in your spare time? أو بتقدر تعتبرها من أسئلة التعارف أو قاعد بيسالوا عن روتين أو هابت. أو uh, أو ما بسأله باللحظة هاي شو بتساوي. أوكي okay, لو في right now أو شيء غير بس بسأله عن سبير تايم تمام؟ good job أستاذ عمار. فا أوكي okay. uh, let's see مين رافع إيد. all right uh, number eight miss Ines. Hello? Yes. Uh, number eight. Sarah is vegetarian. She doesn't eat meat. I think it's okay. Yes, good job. Hia nafi represents simple. does not. Does not. Does not eat. ونلاحظ الايت بطل في اس لانه الداز فاتت عليها. طب هاي yeah. اي استخدام تتوقعي مس ايناس؟ من البريست um, I اي ثينك uh, yes. uh, second yes. uh, مش هابتس uh, العادات هي من الاشياء اللي دائما صح اولويز ترو لانه طلعت oh. شو بتقول لك؟ فيجيتيريان سيرا از فيجيتيريان هي نباتيه هي ما بتاكل لحمه النباتيين ما <تصفح> من العادات <applause> يعني من العادات او من الاشياء دائما صح اوكي اوكي ثانك يو اي ويلكم اهلا وسهلا بس ناس نيكست في ناس اه اوكي okay. ناس عرفنا موضوع الاسمين شو احنا دانا الكبيرة open your mic please yes teacher Thank you. I must go now Uh, it is uh, getting it is late. getting late صح هو it. مستخدم uh, present simple it, it. مع بس اس بنقول له لا هذا فعل مستمر شو خلاكي تحكي هيك مزدانه دانا؟ uh, now 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 شيء بصير هلا واي استخدام على البرز... على present continuous هاي it is getting late هضنا الاستخدام الثالث it is getting late. الاستخدام الثالث تذكريه اللي هو starting becoming improving. صح مزدانة؟ Yes صح. هذا هو اللي كان الاستخدام الثالث. هيو أيوه. getting و becoming و starting و improving و increasing و falling وإلى آخره. All right, good job, Miss Dana. Uh, Miss Tوقا. Yes, come on, uh, it's time to leave. Okay, I'm coming. I am coming. هو استخدم I come present simple. We say no. مبينة هلا, right now عماله بصير. إشي مستمر وهلا بصير. بزمن التحدث. Time of speaking, right now. سا Miss Tوقا حكت, okay, I am coming. Good job, Miss Tوقا.

He always starts. He starts. always starts. Okay. ليش? يعني صح؟ He always. أول إشي. ومثال عاي استخدام هي على الروتين أو الريبيت. ريبيت. Okay. Mm. مثال على التكرار. Okay, guys. I'm a good job. Thank you for trying. Um, مين الجواب هلا أنا نسيت. ريم ريم جنادي. ريم جنادي. أهلا وسهلا مسرين. طيب حلي رقم 12 والله مسريم بما انك جاوبتي هاي غلط. Uh, they don't get on well uh, they are always are arguing uh, they are always صح اوكي okay. لانه are مع اي يعني yeah, present continue ما okay. بعرف اوكي ثواني لا في ما مع... they are always go... arguing ما بعرف يعني شو هاند هاب all starts Okay, so they don't get well. They are always arguing. Oh, they they always argue. Uh, يعني أنا شايفها تحت من الجوابين عادي على الاستخدامين بتزبط لكن بالله هاي تركوها فاضية خليني أتأكد منها لو سمحتوا ذكروني فيها خلنا نتناقش فيها تمام. They are always arguing. لأنه always هي دالة على present simple. بس في كيس خاصة أنا ما حبيت أنه أخربطكم فيها. طلعوا I always do what I'm always doing. تعال نشوف الفرق. I always do something. I do it every time. Okay. I always go to work by car. Okay. I am always doing something I do it often or more often than normal I've lost my keys again I'm old always... okay فالفرق بالمعنى I always do اذا كل مره بتسويها اوكي okay. اذا always doing معناته مش كل مره بس more often than normal يعني بتسويها كثير اكثر من العادي فهاي اتوقع I'm always doing صح. لأنه هم مش كل مرة بتناقشوا لكن أكثر من العادة بتناقشوا بتجادلوا. They are always arguing، أوكي؟ بتعتمد على استخدام ال always do وال always doing. فأنا برجح always doing. لأنه قلنا ال always do معناته بكل مرة. ال always doing كثير بس مش بكل مرة. فأنا بعتقد إنه مستحيل بكل مرة هم بتجادل والمعقول في ناس زي هيك إذا في ناس زي هيك تكتب they always argue always معناته كل مرة أما they are always arguing معناته بشكل دارج والله I'm very curious about this من منشوف حلها بعدين تمام guys alright خلصنا خلصنا واضح إنكم عارفين تميزوا بين الزمنين باستخدام الكلمات الدالة وعارفين اليوزز الدقيقة وشو الاستخدامات، أوكي okay, جايز؟ خلنا ناخذ الاكزامبل الثاني عشان بعديها نروح على الزمن الثالث اللي راح ناخذه في هذا الفصل اللي هو الباست past simple، أوكي okay, الـ past simple سمبل simple سهل وما في زي الـ present continuous والـ past والـ uh present continuous وال present simple إنه ممكن يجوا مكان بعض ومتى الاحسن استخدم هذا لا خلص الباست سمبل فيش بس بالماضي اللي حصل حصل اوكي اوكي جايز التمرين هذا حاط لي جملتين طلعوا كل اكسرسايز كل فراغ في منه A و B واحدة منهم بدك تستخدم present simple واحدة منهم بدك تستخدم present continuous وشوف نفس الفعل ونفس السبجكت ونفس الفعل حاط لك بس بناء على المعنى انت بدك تعرف انها عمالها بتصير هسة ولا اراوند هسة ولا عمالها بتصير اه اللي هو بتكرار او روتين او من استخدامات البريزنت سمبل اوكي هاي وظيفتك انت تحدد شو تحط فهذا حلو لانه بيعطيك الجملتين بالضبط بالضبط الجملتين شو بيسووا اوكي اه حدا ارفعوا ايديكم بدي اشوف ايدين جداد

اوكي okay. يعني شوفي هلا اه اول شي هذا السؤال اللي بدك تكونيه يس yes. بدك تكونيه بال present simple ولا present continuous؟ عدو ال do does ولا ال is وال are؟ اوكي okay. اي uh, hey, uh, are you listening to the radio? no you can't turn it off good job ليش استخدمتي present continuous؟ مين حكى لك انه الفعل قاعد بصير هلا right now؟ time of speaking أو around هلا إيه لأنه واضح يعني السؤال أنا طلعت على بي مكتوب to the radio a lot يعني تكرار بس انسي نعتبر إنه فيش B ونعتبر إنه أنا ما إيش واحدة simple وواحدة continuous <applause> كيف <applause> عرفت إنه المحادثة هلا قاعدة بتصير أو إنه الراديو شغال هلا آه أوكي بيكوز الانسر نو يو هلا عم يصير الانسر نو يو كان تيرن ات معناته الراديو شغال وهو بيسأله okay. انت عمالك تستمع نو يو كان تيرن ات اوكي مس هبه دو بي تو دو بي اوكي دو يو لسن دو يو كونت سؤال بال present simple أدات السؤال do وال subject عندي هو معطيني إياه you عندي هالverb listen بيجي سادة مش بس لأنه you سادة لأنه في do do you listen وكيف عرفتي مس أنه على present simple uh, because it's habit لأنه a lot تكرار yes. repeat و often الجواب. أوكي، okay. إيش هذول على الريبيت. Yes. ومبين إنه مش مش هسه قاعد بيسأله. ويعني أو أوكي، okay. الجواب هو not very often اللي مش كثير، واضح إنه ما بيسأله عن اللحظة هاي right now. أما الأولى الجواب واضح إنه بيسأله عن هسه. Okay، next. Let's see who wants to answer. Miss Rafa Abu Bakr. Yes, teacher. The River Nile, the River Nile flows. -S. The River Nile flows. Okay, استخدامت Present Simple. ليش؟ Because it's a fact. Fact. Good job. do do number uh, do B B section. The The River flows. Present simple because usual. Hi, usual. I miss usually usual. The river today because today. Wala today. Ala Soufiles. The river is flowing. Ala. is flowing is flowing very fast today okay أول شيء today okay. مزبوط يعني اليوم قاعد الريفر بتدفق بسرعة much faster than usual هي دلتني okay أكثر من المعتاد قاعد اليوم يتدفق أكثر أسرع من المعتاد okay good job miss yeah. Bravo Next next uh, Miss Donald for one, yes, um. yes. Do it? Uh, I am not number four. I am not very active. I am not uh, doing. This is uh, I am not very active. Yes, I am okay. not doing. I am not doing. Doing. هلا هو لما قال انا مش active قصده شو يعني active؟ نشيط نشيط, نشيط. I'm not very active انا مش نشيط اوكي دائما ف... دائم. يعني دائما بالضبط يعني مش بالتايم اوف speaking هو بيحكي بيحكي عن حاله بشكل عام اوكي فهي على present simple ايش حلك على present simple do you Uh, usually do good job uh, what uh, لا هي do you no no هلا هو مش سؤال جملة أو الثانية أنت بتحكي الثانية آه الثانية أوكي خلينا نخلص الأولى الأولى اتفقنا present simple وفي not معناته بده ياني أنفي صح نعم كيف تركيب تركيبة present simple أول شيء subject I بعدين أداة النفي do not do not I do not بعد I subject أداة نفي بعديها الverb الverb شو do فننتبه do not هاي مش الverb هاي أداة النفي I do not do I do not do any sport I, I do not do any sport Okay. Will party the thani... second? Uh, do uh, usually do? Usually do. Do you usually? Okay, guys. Can we take five minutes break? Just five minutes break. Uh, I will get back. Okay. Not more, okay. please, because we already taken one hour and thirty minutes. Already I'm going to pause recording. Okay. Uh, Rimjned Reem, Reem, uh, Yes, uh, Mr. Uh, yes. Rachel is in New York uh, right now. <laughs> okay. Uh, yes. she uh, she is staying uh, at the park hotel she is ايش stays stay she is Hello. staying staying yes. she is staying at the park hotel staying شو خلاكي تعرفي انه مضارع مستمر انه uh, no, right now right now good job مبين اوكي okay. برافو she is staying ومستحيل she stays لأنه قلنا الـ is والـ are والـ am تيجي بس مع الـ present continuous. Okay. أكمل؟ Yes, be. Uh, uh, she uh, she وا. do always لا. stay there when she is in New York. Okay, أنت شو حكيت؟ she do always stay، ليش استخدمتي do؟ هذا سؤال أو نفي؟ لا uh, do لأنه present لا. لا. simple. اوكي بس البريزنت سمبل simple do للسؤال وللنفي فقط وهي مش سؤال ولا نفي صح؟ فما بنستخدم. اه. اوكي مس جنيدي دائما yes. تذكري الدو do does يا نفي يا سؤال. وبما انها شي معناته she always stays صح؟ انا كنت يعني <applause> يعني متلكة بين هي وهي عم يعني بقول يعني محتارة يعني ستيز ولا do لا لا, لا شوفي بس مبدئيا بهنيكي على آه بهنيكي على اختيارك للزمن اختيارك صح للزمن ليش اخترتي بريزنت سمبل شو على يعني أي استخدام حسيتي الجملة she always stays there when she's in New York دائما بتظل بالفندق هذا لما تكون بنيويورك عايز استخدام إن... انه على بريزنت سمبل انه هي هلا يعني آه انه عاده حبيث. انه عاده آه صح؟ عادة. ايوه على العاده انه يعني روتين آه ريبيت بالضبط روتين دائما لما تكون هناك بتنزل بنفس الفندق اوكي جود جوب خلصنا المثال هذا تمام تمام طيب آه في عشان العدل في هوم وورك اليوم بس بدي احل معكم ثنتين عشان تعرفوا شو المطلوب من السؤال بنحل نمبر 2 نمبر 3 وبنحل 1 و 2 1 محلوله يعني بنحل بس 2 و 3 و 4 هوم وورك وفي برضه هوم وورك هون راح اعطيكم اياه لانه خلص بدنا نطلع من البريزنت سمبل بريزنت كونتيوس تكونوا بروفيشنال فيهم مش بس من جماعة هي وشي وإت فير بلس إس بده تكون بروفيشنال أوكي okay جايز شوف شو رقم ثلاث بده طبعا هذا ما حتى ما ساعدتش في جماعة الحضور ياخذوه كله هوم وورك لكن مو, مو فرق كثير Put the verb into the correct form Present continuous or present simple. حط الفعل بالتركيب المناسب كان present simple او present continuous، يعني يا بدك تحل على present simple يا بدك تحل على present continuous. اوكي؟ okay. مس uh, uh, مين حاب؟ مين حاب يجاوب؟ مس دانا، اسف دانا انا نسيت موضوع خمسه معلش. مس دانا، بدك في uh, الفعل والسبجكت بين قوسين بدك تغيري عليهم حسب انت اللي بتشوفيه مناسب وتحلي يا yeah, present simple يا yeah, present continuous، go. Uh, number two. Julia is good at language. الجواب she speaks. يعني نضيف لها اس. Yes. أيوة. She speaks. ومبين انه الفعل مش قاعد بصير هلا يعني مش المقصود فيه هلا هو yeah. على present simple على الاشياء اللي always true معلومه دائما صح اوكي okay. next uh, في حدا جديد رفع ايده أنا شفت مس رشا كأنها رفعت إيدها. رشا مرحبا أستاذ أهلا وسهلا مس رشا. Can you do number three? نعم. Are you ready yet? Everybody wait for you. يعني ما أفهم شنو الرابط بال واحد بيسأل واحد إيه يعني أنت بتحضر الآن؟ okay. اوكي أه، بما انه الآن يعني شنو اجاوب يس او نو ما افهم لا في هون فعل وفي هون سبجكت subject سبجكت everyone خلينا نحطها نريحك منها oh. I'm wait everyone Every, everybody for you everybody sorry okay. yes everybody الفعل شو بتحبي تعمليه present simple or continuous simple يعني ليش سمبل مس؟ طلعي في واحد قاعد بيسأله قدامه ها. يعني واضح يت 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 اي اي يعني continuous continuous يعني Ev everybody everybody i waiting is so everybody waiting for you okay wait or... على في everybody بتركيب البريزنت كونتينوس شو؟ نرجع تركيب البريزنت كونتينوس subject حطينا everybody هسه بنختار is, is. is او ار او ام صح؟ نعم everybody شو ضميرها everybody يعني هي تبع they they بالضبط يعني شو بتأخذ is ولا are ولا am good job everybody are waiting waiting for you good job ار حلو انك حليتي عرفتي انها ذي معناته ار مش استاذ كل شيء ما عرفت بس انت رافع معنوياتك لا لا بالعكس انت اللي حكيتي ار بما انه everybody ذي مجموعه حكيتي ار وترى هذا اكثر شيء بتخربط فيه العالم اي نعم جايز احل اللي وراها؟ لا لا خلص وراها واجب اوكي؟ نعم هلا من اربعه وهذا واجب راح يتفتش عليه مش من الواجب اليك هذا الواجب إلي لأتأكد إنه أنت you are good وجايز يعني let's be honest إذا بدك حدا يساعدك بال يعني حدا يساعدك بالواجب ما عندي مشكلة مساعدة مع فهم لكن إذا بتروح على أونلاين سورسز وبتجيب أجوبة جاهزة دونت دو إت يعني عادي ما عندي مشكلة لا تعمله بس لا يعني سوري بهالكلمة و... يعني بس لا تغش ولا تغش حالك بالذات اوكي اذا ما بدك تحله لحالك بناء على القواعد اللي عندك وتركيب الجمل بتسال حالك اول شيء اي زمن احنا بدي استخدم الزمن هذا نويت تستخدم الزمن هذا برجع بشوف تركيبه الزمن كيف هي كتبت لكم اياها هون وبحل دادي دادي اوكي اذا بدك اذا بدك تنقل من مكان لا تغلب حالك لا تضيع حبر ولا إشي خلينا نحافظ على البيئة وبعتبرك حليته. أوكي اوكي. وبدكوا اي مساعدة على الواتساب انا جاهز. تمام من اربعة على 12 عشر هومورك. قلنا بدنا نحل اثنين. ونحل آه... نحل اثنين. وثلاثة اربعة عليكم. مين بحب يحل معنا اثنين? اسيل مس اسيل فوال. Yes. Uh, so do number two. It always. Uh, breaking uh, breaking. Use always my ing. Okay. It's always breaking down. Good job. Always breaking. The verb. عرفتي انه break. اوكي ات والات ان الات تاخذ از بعد الاز بعد الاز بيجي فيرب اي ان جي او ظرف التكرار بيجي بعد بعد الاز اذا بتحب تضيفه وهو طلب مني اضيفه it is always هذا شوي بيعتمد على فهمك للجملة المثال خلص هو بده اياك تستخدم always مع ING أنت بتعرف مكان ال always بعد ال is وقبل ال verb وبس الفعل عليك تجيبه من وين أوكي عليك تتخيل شو الفعل بده إياه يعني هو قال لك الزمن وقال لك الطريقة بس بدك تعرف مكان ال always يتأكد أنك تعرف أنها بعد ال is أوكي أو بحالة البريزنت سمبل بعد ال subject he always اوكي okay. وبدي اتاكد انك فاهم معنا ثلاثة واربعة هوم وورك بالاضافه جايز في عندهم باكس في فيربس باكس في فيربس بقول لي هاي الفيربس بالعاده لا تستخدم للبريزنت كونتينوس يعني بالعاده ما بنقول لايكينج Wanting, needing, preferring, knowing, realizing, realizing والله بتيجي مش مشكلة. المهم بدي من كل سطر هن أربع أسطر، من كل سطر تتنقى فعلين، أوكي، من كل سطر تتنقى فعلين، يعني اثنين من هون، اثنين من هون، اثنين من هون، تكتب لي عليهم جمل، أوكي، جمل، وتكون، يعني ما عنديش مشكلة، إن شاء الله بتجيبهم من النت، بس تكون فاهم معنى الجملة، أوكي، لأنه يعني ممكن أسألك فيها، وهذا الهوم الثاني، قلنا always صح هي present simple، لكن في حالة مس اللي سألت في حالة هينا أخذناها هون always do always doing okay أه, قلنا ال always بس ممكن تيجي مع ال continuous ما في مشكلة وبتكون شو معناها شو الفرق بين always doing و always do always doing يعني بيعملوا دائما كثير بس مش كل مرة كل مرة always do كل مرة ما بفشقش مرة اوكي تعتمد على المعنى يعني طبعا مش بس always doing always مع الverb ing زي ما حكيتي تمام مصرفاء؟ هاي هالقاعدة بي ده always always do يعني كل مرة ولا بفشق مرة always doing يعني كثير اوفن بس بفشي ان شاء الله يكون وصل العفو مسرفاء. كيف نسلم الواجب؟ تصوير تبعث اللي بداوم بالمعهد انا بداوم سبت أحد ما بيقدر يسلمني اياه هناك اذا انه موجود بتكون اذا مش موجود تصويره بتبعث اوكي okay. اوكي okay. اوكي okay. طلعي مثلا هون مصرفاء he is always complaining he is always complaining يعني he complains too much complaining معناها بتشكون he is always complaining معناها هو بتشكون كثير بس مش دائما مش كل مرة زي برضو you are always looking at your phone أنت دائما تطلع على تلفونك دائما عيونك بتلفونك يعني مش مش 24 ساعة هيك ما فيش إشي زي هيك أصلا لكن كثير أوكي okay. ممكن ترجع تورينا استاذ ممكن تبعث المطلوب من الواجبات على الواتساب لحتى ما نتلخبط اوكي هذه ببعث ببعث ما في مشكله في داكو يعني سهله هاي يعني بسيطه او الهوم 3.3 من 4 ل 12 اوكي من 4 ل 12 ما عندي مشكله بتحب تحل زيي هون تحطه على مايكروسوفت ايدج وتحل وتكتب بعديها تعمل لي سنيب تقصها وتبعث ليها صوره ما عندي مشكله او تبعثها كامله تحب تطبعها على ورقه اذا انك طابعها وتعبي الفراغ تصور وتبعث لي ما في قلبي ريحك اوكي خلينا نكتب الواجب هلا على الواتساب وانتوا معي homework 3.3 exercise هي هيك بحط ال exercise exercise 3.3 من 4 ل 12 close شو كمان عندي عندي exercise 3.4 3.4 3.4 بدي آه ثلاث واربعه او من ثلاث لاربعه زي ما بدكم اعتبروها ما فيش غير ثنتين اوكي وبيج 8 page 8 8 sentences using the verbs in the box 8 جمل يونز ايش انزينج هاي طلعت معي using the verbs in the box ثمان جمل باستخدام الافعال اللي بال box page 8 وخلنا احط لكم هنا page 8a اللي هو الباكس موجود با باول إيشي هيك واضح اتوقع الواجب بكرة عادي مس دانا الواجب مش ضروري بكرة يعني معنا أسبوع أهم شيء قبل المحاضرة الجاية وعادي يعني تسلى عليه لو كل يوم تعمل منه شوي برايحك أهم شيء بليز بدون ما تغش حالك خلينا نسكر موضوع الإيش خلينا نسكر موضوع الـ present simple present continuous. Okay guys, let's jump on to our next tense. unit 5 past simple اوكي okay جايز احنا متعودين نركب جمله ونركب سؤال ونركب نفي الباست سمبل سهل يا جماعه بيجي السبجكت بالاول بالجمله او الضمير البنوب عنه بلس دائما ما في هي وشي وات لها معامله خاصه لا كله اخو بعضه عنده يا yeah, فيرب مع ايدي يا yeah, في فيرب ما بزبط ازيد له ايدي تا يصير ماضي بدي اشتغل عليه شوي بسموهن افعال غير منتظمه ارجولا اوكي وهذول حفظ بدك تحفظهم اوكي حفظ بدك تحفظهم و راح ابعث لكم ليستا مطلوب حفظها بالمنهاج بدي تطلعوا حافظينهم من عندي اوكي subject plus verb يا ايدي يا الغير منتظم قلنا بده شغل شوي هلا بنشوف مثال عليه اوكي طيب كوننا جملة انتهى نكون سؤال هلا شو أداة السؤال كانت بال present simple do does شو أداة السؤال بال past simple did did plus the subject did he plus وزي ما كانت الدو does تعمل ترجع الفعل برضو ساده برضه هاي بترجعه ساده ببطل في زياده زائد الفيرب سادة بيس فورم نحكي له وأداة السؤال طبعا اللي ببلش بس بدو أو does أو ديد هذا سؤال بسيط يس أور نو بدك سؤال فيه تفاصيل أكثر بتزيد قبله اللي هي أدوات السؤال ال W وال ال-WH question بيحكون what when where كلنا بنعرفها كونا سؤال تعال نكون نفي أوكي تكوين النفي زي الجملة subject اوكي okay. plus did not وزي ما حكينا did لما تفوت على أي إشي بشو بترجع الفعل base form do does و did بس تشوفهن خلص اعرف انه الفعل ولا عليه زيادة اوكي okay. هاي الثلاث جمل تعالوا نشوف أمثلة ونقرأ عنه Okay. i B. I worked in department stores. محلات العدة أو محلات الأدوات I worked in department store worked الفعل مع إيدي. when وين subject I وين الفعل work بالماضي بدنا نحكي بنزيد له ED والباست سمبل سهل لأنه مش راح تخربط فيه بزمن ثاني خلص هو بالماضي وانتهى The police stopped me. on my way home. Last night. هاي كلمات دالة عن past simple عن الماضي. Last night. Stopped. They invited us to their party, but we decided not to go. Invited. دعونا. Decided. قررنا. Worked. اشتغل وخلص. Stopped. وقفني. كله بالماضي. Passed her exam. نجحت بالامتحان. Okay guys <applause> هذا هو الباست past simple العفو استاذ يعني الفعل اللي الجملة اللي بيها did ما يجي وياها فعل بإيدي أو من الأفعال اللي ما بيجي لا لا did. خلص خلاص عليها من ال أو هو الفعل يجي ماضي بالضبط يا did يا الفعل بيجي إيدي أو بحالة الغير منتظم الأفعال الشعبة عن القاعدة بالظبط فالديد هي أداة السؤال وأداة النفي في الماضي وإذا بتفكري فيها كأنه كأنه الإيدي اللي كانت هون وين راحت؟ حول الديد. راحت للديد بس يا okay جايز تعال نشوف مثال هاي مثال على الأفعال المنتظمة آه هاي مثال على الأفعال المنتظمة بس زدنا لها إيدي وصارت فعل ماضي وبدي أنبهكم بالقراءة أخذناها لما الافعال منتهي بإي دي بنحاول صوت الإي دي مش دايما بنطلعه قوي زي ستابت ستابت مش ستوبد ستابت كأنها تي باست باست اوكي مش باست مش باسد ما بعمل صوت دي دي decided لا ديسايدد من الافعال تطلعنا صوت دي بس بالمعظم آه، ما نعم بنطلع بنطلع صوت ت ت مشدده هاي بعض الافعال الغير منتظمه بالماضي بتصير زي write wrote see بالماضي saw go طلع go كلها بتتغير ببطل لاجي went shut اغلق shut طلعوا نفس spelling ونفس القراءه نفس spelling ونفس القراءه لكن واحدة بالماضي وواحدة وا بالمضارع كيف كيف بنميز بيناتهم أه كلمات دالة زي طلعوا الجملة المثال عليها it was was كانت it was cold so I shut فأنت بتعرف إنه shut هاي تبعت هاي أوكي okay. طلع هو هون شو بقول لي guys بقول لي for a list of irregular verbs see appendix one بدنا نروح على الابندكس 1 كيف الابندكس وين نلاقيه هذا بدي تحفظوه منه الابندكس خليني شوي هلا بس اخلص البريزنت سمبل نأتي وي سو مزار ترود اوكي هذول اللي اعطيتكم اياها هاي تركيب الجمله هاي تركيب السؤال وقلنا السؤال اذا بدك معلومات اكثر بتحط قبل وات وين وير هاو لونج هاو ماني مش مشكله هاي تركيب النفي تمام <applause> طبعا في الواز والوير بالماضي اللي هن افعال الكوني الكينونه كان وكنت سوري يعني was تيجي مع الهي والشي والات والاي اي واز ذير انا كنت هناك يعني هو فعل عادي زي اي بلايد انا لعبت بس مش فيهوش اكشن كثير انا كنت اوكي الواز والوير تعاملوا معهم كانهم فعل اوكي وشو الحاضر من واز وير از وار از بتصير واز ار بتصير وير اذا هو فعل بس هون بحاول يعاملوا معامله خاصه لكن انا خلص اعتبره فعل شو معناه كان هي وشي وات واز ووي وي وي يو وي اوكي okay. وانتبهوا الاي اول مره بتيجي مع جماعه الهي والشي والات هاي راح اجيبها بالامتحان عشان اخربطكم اي was مش اي وير اوكي اوكي يعني الواز والوير خلص عادي افعال ماضيه زي played وزي روت وزي سو بس مش بمعنى كتب او هاي لا بمعنى كان بكل بساطه اي was هابي يعني أنا كنت سعيد. They were sad، كانوا حزينين، أوكي؟ okay? أوكي. Okay. They were late، كانوا متأخرين. فأنا ضد إنه الواز والوير تعاملهم معاملة غير معاملة الأفعال، هو فعل بالماضي. تمام تمام، تعال ناخذ Couple of Exercises وعشان نسكر موضوع البريزنت Present Simple، أعطيكم هوم وورك ونسكره. Present Simple Easy. خلص مش راح مش مش راح ناخذ عليه شيء ثاني زي present Simple سمبل والبريزنت Continuous بخربط وهيك لا بس خلينا ناخذ مثال اوكي okay. read what Laura says about a typical working day بدنا <applause> نقرا شو لورا بتحكي عن typical working day يوم عمل نمطي او اعتيادي اوكي okay. انا بدي اقرا وبلشوا ارفعوا ايديكم اللي بحب يشارك Okay. I usually get up at seven o'clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about half an hour. I start work at eight forty-five. I never have lunch. I finish work at five o'clock. I am always tired when I get home. <clears throat> I usually cook a meal in the evening. I don't usually go out. I go to bed about 8, 8, 8 o'clock and I always sleep well. بنلاحظ هي قاعد تحكي لنا على يوم عمل نمطي، شو الزمن اللي استخدمته؟ I, subject I, الفعل get up, present simple. I walk, present simple. I start, present simple. I finish, present simple. I am, present simple. He is, she is, I am, present simple. I cook, usual. I don't, present simple. I go, present simple. اوكي، تعالوا مع بعض بس نمشي على الأفعال نشوف شو ماضيها، جيت أب) شو بتصير بالماضي؟ هي من الأفعال الغير منتظمة بتصير I got، get بتصير got، I got up، جي أو تي got up، (ووك) شو بتصير؟ بس منزيد لها ايدي من المنتظمة ستارت برضه بس إي دي على هذول بريحه. finish برضو إي دي الله يكثر من أمثالكم I am شو بتصير ال I am? I was. I was. Good job. I am. I بتصير was. I cook. الكوك شو بتصير؟ بس cook. إي دي. Cooked. I don't. شو بتصير الدونت don't؟ شو أداة النفي؟ في الماضي didn't وننتبه نرجع الفعل للسادة go هو أصلا سادة I didn't go يعني I go شو بتصير ال go هاي من الأفعال غير منتظمة I went went أوكي تحمستوا أنتو الكل فتح المايك وصار يحكي مايك يا جماعة بس يعني thank you for your enthusiasm شكرا لحماسك و good job طبعا حلو مس اسئلتك انت يعني يمة ولا بتمرقي لي وحده بتقول لي ليش ما قلت بس السؤال كيف كان صح usually cooks وين usually cooks لانه السبجكت subject I من متى ال I بيجي الفيرب مع اس I, we, we, they verb سادة بالpresent سمبل simple مصرفة لا معلش سؤالك المرة هاي أما ممتاز صح أيوه I subject verb base form <تصفح> لو كانت he cooks صح هي usually cooks alright طيب لاحظي استخدمت كله بالpresent هلأ أه, هلا بدنا نحكي عن يومها بس ايش اه هون في كمان فعل فعل الهاف والهاز شو ماضي هاف هاد من الافعال الغير منتظمة مش بس بزيد لها ما بتصير هاف تصير هاد اوكي هاف تصير هاد آه مصرشة do number two. مسرش عشان تعرفي هي فوق حكت عن يومها بالحاضر <applause> بالبريزن هلا بدنا نحكي احنا نقسم لنا جمل بس بالماضي. بالماضي موضوع يعني ال احكي لي اياه بالماضي. she had a big breakfast good job كانت have a big breakfast بدنا نحكي عنها she had a big she breakfast had. واعملي number three شيء ويعني تارك هو اختياري اشوفان يعني مو اي اي شيء هي سوته لا مش اي شيء وبرضه بدو بده يشوف انت تسلسل الافعال عارف كل الافعال اللي مرقت عليها يعني شو الفعل اللي اجا يعني بعدها هو... اي من بعده يعني هي الشيء سوت من بعد البريكفاست يعني من بعد البريكفاست يعني عليك بده يشوفك شي, شي وقت شي وقت تو وورك شي to work good job walked walked ولاحظوا كيف قلت walked ما قلت walked walked كأنه تي مشددة good job مس رشا برافو next yes مس دانا ممكن نستأذن أنا وأختي في ظرف بس خذوا راحتكم معليش يا استاذ لا لا بسيطه بسيطه حيلا مزبانه جود جوب ثانك يو فور تايم اند يو كان ليف والباقيين يصبروا معي يو الباقيين يصبروا معي خلينا نسكر طابق ال... ال الباست سمبل عشان المحاضره الجايه راح اطلب منكم تطبعوا من الكتاب جديد بدنا شوي نبعد عن التنسز اوكي okay, جايز هذول بهمني الثلاث تنسز مبدئيا Okay next, uh, who, who wants to do next? أستاذ عمار. معك. <applause> آه أستاذ عمار خلصنا هو حال got up ومس حلت have و أنت حل الفعل اللي بعده اللي هو إيش الفعل اللي بيجي بعده؟ شوف أنت أنا مش معلمه ترى ما أنت بعلمه. Uh, takes. Good job takes برافو أستاذ. which takes me about half an hour. Okay, هلا بدنا نحكي عن takes بصيغة الماضي. It إيش بتصير؟ شو ماضي take؟ تيكت uh, uh, لا غير منتظم take. اه مش عارف والله توك توك اوكي بناء عليها حلل الجمله it uh, it uh, uh, took it took her it took her كم it took her قديش أخذ من هالطريق uh, half an hour half an hour good job أستاذ عمار ok guys الباقي هوم بتشوف شو الافعال اللي مرقت عليها بدك تحولها لماضي تمام ترتيب الافعال بجوز ترى انا فشكت عن افعال تمام بدك تنتبه ما اتوقع اني فشكت ان شاء الله لا ب بلا اي سليب هاي فعل كمان هو راح يساعدك راح يبين معك امرات يعني من الوقت اللي حاطه ممكن او مشي I get او لا هاي I get لا حلوا لي من من 5 ل 12 اوكي تعال نحل بس على المثال الثاني اوكي المثال الثاني في افعال عندي هون بالباكس بدنا نحط الافعال بحالة الماضي او مش بحالة الماضي طلع شو كاتب لي verbs in the correct form يعني ممكن مش ماضي تستخدمها تمام فبدنا نشوف اذا انه ماضي الموضوع ولا مش ماضي ونحل بناء عليه صارت الساعة 8 6 وثلاث صادق بس خلنا نعمل ثنتين من هون لو سمحتوا مين بيقدر يشارك؟ مس رشا can you do number two؟ نعم استاذ آه طبعا رفع ايدي بس ححاول ححاول how did okay. you learn learn to drive my father learned me learn I mean. تعلم اما علمه بتيجي learned... teach teach اما جوزال ثينكينج يعني تفكيرك حلو كويس يعني هي ليرن مو منتظمه تعتبر ليرن منتظمه اما تيتش مش منتظمه آه وليرن معناها, معناها تعلم تيتش آه. علم اوكي فماي آه. فادر ابوي علمني شو بتصير آه. شو بتصير بالماضي اه يعني نختار من الافعال اللي فوق نختار من الافعال سيب. حسب المعنى آه آه آه. تعديل هذا فعل بيس سادة يعني أخذت من الجملة اللي قبلها ما منتبهها على صيغة السؤال لا لا فتيش بتص... <applause> شو بتصير uh, My father teached me teached me هلا بودي أقول لك صح بس يعني هو من الأفعال غير منتظمة للأسف <applause> <أتيج> من <applause> هو من الأفعال الشاذة بتصير taught taught تمام taught me Miss Noor, do number three. Um, yes, uh, we couldn't afford to keep our cars, so we sold it. بالضبط، اختارت الفعل sell. Sold. وهو من الأفعال الغير منتظمة صارت sold. Good job, guys. Okay, guys. من أربعة ستة هوم أو... وورك وبدي تعملولي من من كل من خم... خمسة إلى ثلاث تعملوا منه ثنتين تحلوا ثنتين ومن خمسة إلى أربعة برضو تحلوا منه فور أوكي هذا بتحله منه ثنتين وهذا بتحله منه أربعة هسه كمان بتزيد هنا على الجروب أوكي okay. وأي سؤال عندكم بتبعثوا لي دونت هزيتيت وتعال نروح على الأبندكس شوف الأبندكس 1 وين نشوف على الفهرس هو وين وصفحته.

هذا بدي تطبعوه لي اياه صفحة 293 تطبعوه هذا ضروري هذا الليست list of irregular الأفعال اللي ما بنزيد لها إيدي ببساطة رجاءً تطبعوه عشان قبل الامتحان أنا راح أطلب منكم مجموعة من الأفعال الغير منتح... منتظمة اللي راح تيجي بالامتحان أوكي؟ بدي تحفظوهن راح اعطيكم مثلا 20 فعل تحفظوه وبجيب منهم خمسه بس بدك تحفظ ال 20 عشان شو ما يجاك تكون جاهز اوكي فاطبعوه جهزوا لي اياه وتحضروا انه تحفظوا منه افعال غير منتظمه اللي افعال اللي ما بزبط ازيد إيدي ببساطه وتصير ماضي لا بدي اغير اكثر من هيك فبدي تحفظوا اوكي اوكي جايز ثانك يو سو ماتش فور يور تايم Thank you so much for your time. Let me stop recording.